أميري. داخل محمود، محمود وهدف أول، هدف أول لفريق كفر الشيخ في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول. هدف بالتأكيد اتلعبت الكورة وصفارة وركلة حرة لفريق حرس الحدود، تتمرر أمامية أحمد جمال، جمال يلعبها هنا محمود مبارك الظهير الأيمن، عالية داخل 18 كفر الشيخ، السندة والتسديدة، تسديدة وهدف محمود مكي. محمود مكي يتعادل، استلم بالقدم اليسرى يلعبها، خدت أطراف أصابع محمد مدحت. نشوف الشارة انتقلت لمين في فريق كفر الشيخ. أول لمسة محمد رمضان، وخطأ وصفارة وركلة حرة لفريق حرس الحدود. فؤاد سلامة على التنفيذ في نص ملعب فريق كفر الشيخ، هل ممكن يسدد من هنا ولا ايه؟ سلامة داخل، فؤاد يلعب الكرة عالية وحلوة جدا، وهدف تاني، هدف التقدم، هدف التقدم لفريق حرس الحدود. لعبها على طول ويدخل أحمد جمال ويسدد وينفذ الكرة ويسجل منها الهدف الثاني لفريق حرس الحدود. أحمد جمال اللاعب رقم 20 عملها حلوة، فؤاد سلامة وهرب كده من كل